خش على الحيل. الحلو اهو محرات 7 سلاح، محرات الجرار الرومان، محرات شاسيه 25 ملي، جبلون 20، عرض 7 سنتي، بسخة صلب 25 ملي، أفيس 7 لينيا، صامولة 32، طقم بنوز بالسلسلة، تتيل، طبعا زي كل الفيديوهات اللي احنا عرضناها قبل كده احنا بنتيل الكفه من تحت اهي، دي تيله جب، دي تيله، الكفه مش ملحومه في البسخ، قطرة ورا عشان لو عايز تعلق مقطوره قصبيه. المحرات بتعمل كمر 12 سنتي، كمر حديد وصلب تقيل، محرات من ورا عرضه 2 متر، معاك 2 تعليق في الجبلون عالي وواطي، محرات اهون، ما شاء الله. محرات هنا تحرث فك الارض على غيار الثالث السريع، تدوا وبورك الثالث السريع وانزل احرط بقى، ان شاء الله تحرط في الاسفل. وبرك مرتاح وشادد وجايب خدمة، الشير بيطلع من فوق الكمر بتاعه. طبعا المحرات ما بنحطش اي حديد قديم، يعني الخامات كلها اللي محطوطة في المحرات كلها خامات جديدة. زي ما انت شايف اهو، احنا حابين نصور الشغل وهو لسه ازرق، كمر جديد، شاسيهات جديدة، جبلونات جديدة، ما بنركبش أي حتة حديد قديمة خالص. صناعة مهندس باسم إدارة، الورشة على طريق المنصورة جمصة الدولي، قرية دميان. بنشكر كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا، انتظروا مننا المزيد إن شاء الله. شكرا.